معرض إيميتا الدولي والذي يقام في دورته 16 هذا العام في مدينة إسطنبول خلال الفترة ما بين 9 إلى 12 من شهر شباط فبراير الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 60 دولة منهم جمهورية التشيك، الأرجنتين والمجر لأول مرة. عرض إيميت السياحي الدولي الذي تحتضنه مدينة إسطنبول سنوياً يفتح أبوابه اليوم في وجه محبيه والمشاركين. عدد كبير من الدول تشارك في هذا المعرض من الشرق إلى الغرب، أساس هذه الدول لعرض منتوجاتها السياحية. وتشارك جمهورية مصر العربية بحضور لافت أيضا، وقد لاحظنا التواجد الدعائي المكثف للمنتوج السياحي المصري في المعرض وكافة وسائل الإعلام وخاصة التلفزيون التركي. وقد أشادت نهاد جمال الدين وهي المستشارة السياحية لمصر في تركيا بالعلاقات التركية المصرية ومدى قوتها، وكذلك بتميز المنتوج السياحي التركي. الحياة السوق التركي من الأسواق الجديدة على السياحة، ويمكن مصر من بدايات الدول اللي التفتت للأتراك في السياحة. وأنا يعني على حسب معلوماتي مصر الدولة الوحيدة اللي ليها مكتب سياحي، يمكن ماليزيا بدأت من كم شهر تعمل مكتب سياحي، ولكن مصر أول دولة عملت مكتب سياحي لجذب الأتراك لبلدها كأول دولة، وكلام ده بقاله دلوقتي حوالي 6 سنين. الأتراك بيخرجوا تقريبا في السنة للسياحة من 5 ل6 مليون سائح، لو قلنا جزء منهم بيخرج حج وعمرة، فأنا عندي على الأقل مش أقل من 3.5 مليون سائح بيخرجوا لغرض السياحة بس. فأول ما جيت المكتب الحقيقة كنا بنتكلم في حوالي 40,000 سائح تركي بيروحوا لمصر، فكان الهدف من المكتب إنه السوق ده واعد ومهم بالنسبة لنا، وبالتالي لازم العدد يبقى أكتر بكتير. كانت لنا زيارة للرواق المغربي، وقد لاحظنا مدى توافد الزائرين على نقش الحناء الذي تتميز به المغرب. الحناء هي فرحة، كنحنيو العريسات، كنحنيو اللي جا عندك شي ضيف في المناسبات الأعياد وعيد الميلاد، حنا عندنا الحناء مميزة، وكنحنيو السياح مني كيجيو عندنا كتعجبهم حنا مغربية، لأن المغرب متميز بالنقش الحناء، العيالات المغربيات كيتفنوا في نقش الحنة. إذن اللي جات المغرب خصها ضروري تمشي بواحد سوفاني، تمشي بواحد ذكرى، واحد ذكرى ديال قطاع السياحة الوافدة تتطلع إلى العمل مع السوق السياحي التركي باعتباره من الأسواق الواعدة، وهناك فرصة كبيرة لزيادة عدد السياح من تركيا، وخاصة بعد قرار إلغاء تأشيرات الدخول إلى العديد من الدول، الشيء الذي سينعكس إيجابا على السياحة في معظم الدول في سياق اختيار طرق استخدام التراث التاريخي والثقافي المشترك للدول المشاركة في المعرض. كان هذا المعرض عبارة عن عرس سياحي التقت فيه مجموعة من الدول المتنوعة الثقافة والتقاليد والأعراف، وذلك من أجل الترويج لمنتوجها السياحي. كانت معكم أشرف طماوي لبرنامج الألوان السبعة الترقية إسطنبول.